رغم ما يحمله دستور المملكة من مبادئ وقيم وأفاق، فإن مهنة المحاماة لا زالت لم تحظى بما يدعمها ويطورها ويؤهلها ويعزز كفاءة المحامين لضمان عدالة ناجعة انسجاماً مع المتغيرات الوطنية والدولية ذات الطابع الشمولي، والتي تستوجب إرصاء دعائم عدالة فعالة مواكبة للتطور وللعالم الرقمي. نظمنا هذا اللقاء الوطني للمحاماة في سياق استثنائي بامتياز. هذا السياق الذي يعرف مشاريع قوانين متأزمة مخالفة للمقتضيات الدستورية، هذا السياق الذي يعرف اعتداء واضحا وهجوما غير مفهوم على مهنة المحاماة. لذلك فنحن اليوم نقول لا، نقول إننا منخرطين في الإصلاح، نسعى إلى تفعيل المقاربة التشاركية كمبدأ دستوري، نسعى إلى خدمة المصالح الكبرى، نسعى إلى خدمة مصلحة المواطن والمواطنين ومصالح العدالة. إلا أن تهميش مهنة المحاماة يشكل ضربة قاضية لأركان العدالة. شكرا لك. النقيب رويبة عزيز، نقيب هيئة المحامين بالرباط. كما لاحظتم وشاهدتم أن هذا اللقاء الوطني حول المحاماة كان لقاء ناجحا بكل المقاييس، لقاء للحرية وللمسؤولية وللنقاش الناضج والهادف. همنا وغايتنا هي أن نبين ونظهر لمحيطنا السياسي والحقوقي والثقافي أن المحاماة كتعبير حضاري وكجناح أصيل في العدالة، المحاماة اليوم في مفترق الطرق وتمر من ظروف صعبة، وهذا هو الهدف وهذه هي الغاية. ونعتبر أيضا بأن التصور السياسي الخاطئ للمحاماة هو الذي ينتج أخطاء في التشريع وفي التشريعات، خاصة التشريعات المرتبطة بحقوق الدفاع والمرتبطة بحقوق المواطن. نحن في هذه اللحظة مؤمنون ومقتنعون بأن إرادة المحامين والمحاميات ستكون في مستوى تطلعات مهنة ذات تاريخ وذات بعد حضاري. كما لاحظتم أيضا بأن هناك وحدة والتفاف بين النقباء وبين مجالس الهيئة، وبين النقباء ومجالس الهيئة وقاعدة الجمعية العمومية وقواعد المحامين، وهذا نعتبره مكسبا. وكما لاحظتم أيضا بأن هذا اللقاء ينعقد في عاصمة المملكة، عاصمة الأنوار وعاصمة الثقافة، وهذا المناخ وهذا الجو الجميل والرائع الذي يمر في هذا اللقاء هو جزء من التعبير على أنها فعلا عاصمة الأنوار وعاصمة الثقافة. الأستاذ عبد اللطيف حتيج، نقيب سابق هيئة المحامين بمراكش. ذلك اليوم حضرنا هذا اللقاء بدعوات من مكتب جمعية هيئة المحامين بمراكش. هذا اللقاء يدخل في إطار التظاهرات الاحتجاجية التي مارستها وتمارسها هيئة المحامين بالمغرب بناء على ما صدر من مشاريع قوانين هي يعني تضرب في العمق ليس حقوق المحامين فقط، ولكن حقوق المواطنين، ويعني تخالف الدستور القانون الأسمى لبلدنا المغرب. فكان لابد من القيام بهذه الردود التي نعتبرها ردود متسمة بالأخلاق المهنية وبكونها مسؤولة لكي يتراجع هؤلاء الذين يريدون بحقيقة أن يسيئوا لبلدنا بإصدار قوانين ليست لها أي صلة لا بحقوق المواطن ولا بحقوق المحامين. ولكن نحن موجودون دائما ومستعدون يعني ممارسة هذا النضال بمستويات أخرى،
إلى أن يتراجع هؤلاء عن غيهم ويصيرون في الطريق القانوني.